معانا كمان عبر الهاتف الآن الدكتور مجدي الباز طبيب النادي الإسماعيلي، نطمئن منه عن إصابة النهاردة محمد فوزي حارس الفريق. يا دكتور مجدي مساء الخير، مشرفني ومنورني. مساء الفل. مساء الفل يا كابتن، ازي حالك؟ بداية كده بهنيك النهاردة على فوز الإسماعيلي على الزمالك. الحمد لله الحمد لله، مبروك لنا كلنا والإسماعيلية كلها إن شاء الله. طمنا بقى على محمد فوزي عشان كلنا اتخضينا النهاردة بعد خروجه من المباراة متأثرا بإصابته. هو محمد عنده قطع في الغضروف الخارجي، هو هيعمل رنين على ركبته وفي الغالب هيعمل عملية منظار في الركبة وكده. يا خبر، طب الحمد لله على كل شيء. الإصابة دي يا فندم هيحتاج فيها راحة قد إيه؟ هيغيب قد إيه عن الملاعب يعني؟ تقريبا 3 أسابيع لـ4 أسابيع. 3 أسابيع لـ4 أسابيع. ألف مليون سلامة. عايز أطمن كمان على باقي الفريق، باقي الإصابات في الفريق. كلها كدمات عادية مش مؤثرة. ومش هتمنعهم من التمارين ولا أداء المباريات وكده. دكتور مجدي الباز طبيب النادي الإسماعيلي، بشكرك شكرا جزيلا، وربنا يا رب يطمنا ان شاء الله على محمد فوزي، حارس محترم وحارس مهم في الإسماعيلي. إصابة النهارده اتخضينا بصراحه، كلنا اتخضينا، لا قدر الله تكون في الرباط الصليبي، ولكن هو حسب طبيب الفريق قال لنا انه قطع في الغضروف الخارجي للركبه وهيستدعي غيابه ما يقرب من شهر. بسيطه ان شاء الله، بسيطه، ألف مليون سلامه عليه. طيب